الخبر الاول اللي عدنا عن احمد ابو الرب وتسريب اغنيته الجديده وهو ما يعرف. طبعا بالبدايه حبايب راح احط لكم هذه اللقطه اللي هي تم تسريبها من اغنيته الجديده، اسمعوها. بعد احمد نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يشرح بيه القصه انه شلون تسربت اغنيته وهو ما يدري. يقول ان واحده من اللقطات اضطر انه يصورها بمسرح كان بيها واي من الناس، فواحد من عندهم سرب هذه الاغنيه او هذا الجزء يعني. فلهذا السبب هو قرر انه ينزل اغنيته بوقت مبكر واللي هو يوم الجمعه يعني بعد 3 ايام الساعه بالثنتين. راح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها. وصلني كثير مسجات انه الاغنيه تسربت، جزء من الاغنيه انتشر على اليوتيوب وفيسبوك كل مكان. مش عارف يعني كافي مقطع من الاغنيه لازم يتصور بمسرح يكون في كثير ناس. شكله حد منكم فيديو الأغنية جاهز من الجمعة الماضي تقريبا، بس أنا كنت حاب أستنى لحد ما أبوي يتحسن وضعه عشان أنزل الأغنية. فبس كونها هسه عم تتسرب وقصص مضطر أستعجل أستعجل في تنزيلها. فيديو الأغنية رح ينزل يوم الجمعة الجاي 29/1 الساعة 2، ترقبوا يا جاي. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني، فجواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، وهذا الستوري حمس بيه المتابعين للمقطع اللي راح ينزله باكر على الساعة 4، ولكن نوعا ما اكو شيء غريب، فهواي من المتابعين صاروا يقولون انه يمكن صارت مشكلة بينه وبين مريم، فأول شيء محمد جواني شال الفولو من حساب مريم، وحتى بالستوري صار يقول كلام غريب شوية، وهواي يقولون انه هو مايا يمكن ارتبطوا، وصار يغني لها أغنية نور مار، وبالستوري صار يعطيها زهور، وهواي أشياء راح أحط لكم هذه الستوريات تشوفوها. كل الناس تبعتوا لي رسائل وبيسألوني شغلات غريبة، يا جماعة هدوا شوي، بكره الساعه 4 استنوا فيديو كثير مهم، والله يسعدكم يا رب. مايا شكرا. اوكي بكره بتعرفوا بكره اهم فيديو عندنا بالقناه، تمام بكره بتعرفوا كل شيء، والله يسعدكم. بس خلاص انا هذا القرار اخذته لحالي وبحبكم كلياتكم. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فهي يارا مار، فيارا نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري، وبهذا الستوري نوعا ما كانت تقول بيه كلام غريب، اتوقع انه هي خسرت التحدي فكان لها عقاب. بنفس الوقت اعلنت راح ينزل المقطع على الساعه 4 باكر على قناه انور، راح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها. اعتقاف مني لانفر جابر، كونوا جاهزين اول شيء على الفيديو اللي حينزل بكره على الساعه 4 مو؟ بدي اعترف انه شو؟ انور اذكى مني وانا غبيه مو هيك؟ خليكم جاهزين للساعة. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي وجيش مملكة القصص على انس الشايب وبيسان اسماعيل ومو فلوجز، فمو فلوجز نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وطبعا بهذا المقطع كان ويا انس وبيسان اسماعيل، فحاليا لو ادخل على المقطع ونزل بيع التعليق راح اشوف انه كل التعليق مقلوبه بالانجليزي ومكتوب عليها جيش مملكة القصص، ويكتبون ليش ما تصوروا يا نارين بيوتي وتهجمات من متابعين مملكة القصص. اما انس يعني شنو سبب هذه التهجمات، فبالنسبة لنارين بيوتي فمثل ما تعرفون ان هي ما تحكي ويا مو فلوجز، واكو مشكلة صايرة حاليا بيناتهم، المتابعين يريدون يرجع يصوروا وياهم ويقبلون يصوروا ويا غيرها. اما بالنسبة للمتابعين مملكة القصص فمثل ما تعرفون كل القصص اللي صايره اللي هي انه انس وبيسان اسماعيل سابيني وسابين اختي وحاكين علي ومحرضين المتابعين علي وهي اشياء يعني صايره. اكتبوا لي يا حبايبي بالكومنت اشتركوا بهذا الخبر وهل هم يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة اصابة بدر واخفاهم الاسم نورمار من التعليقات اللي عدهم، وبهذا ينضاف نورمار لاكثر من يوتيوبر هم خافين اسمهم من التعليقات اللي عدهم. اما بالنسبة للدليل ندخل على اخر مقطع نزله ونزل بيع التعليقات وروح نكتب كلمة نورمار، بعدها نروح على كلمة الاحدث اولا عم مدفع التعليق وتعليق الاشخاص اللي القوا ورايا، بعد ما نحفظهم زين نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا، بعد ما نغير الحساب ونزل بيع التعليقات وروح على كلمة الاحدث اولا راح نشوف انه تعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. تبون يا حبايبي الكومنت اشتركوا بهذا الخبر وشو رايكم باخفاء اسم نورمار من التعليقات اللي عدهم. الخبر الخامس اللي عدنا عن انس واصاله ووصول قناته باليوتيوب لل 11 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك واقبال الملايير يا رب، ولا تنسون يا حبايب تباركوا لهم بالكومنتات. بس والله وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، بس تحطون لايك تركوا بالقناه تشتركوا في زي ما قلت من القصص، وبس مع السلامه.